الو الو، مرحبا، اعطيني الاستاذ عبد الكريم لو سمحتي. الو، مرحبا. مرحبا ابن خالتي، كيفك؟ الله يخليك، شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. حبيبي، يا ترى فاضلنا شي نص ساعه زمان حتى امرق عليك انا ورفقاتي؟ لا لا ابدا، ما انا واعين مشكله ولا شي، بس باعتبارك محامي حابين تساعدنا بوضع نظام داخلي للجمعية. ايه طيب ماشي الحال. نحن رح نستناك بالقهوة اللي بنقعد فيها بعد ساعة، منيح؟ ايه نفس القهوة. طيب حبيبي، شكرا كتير، الله معك، مع السلامة. والله فهمت عليك، بس لازم بالأول نناقش أهداف الجمعية، شروط الانتساب، مجلس الإدارة ومهامه، مالية الجمعية، حقوق الجمعية، يعني المكافآت، العقوبات، سبل الصرف، التبرعات إلى آخره. أخي باختصار، أنا كتبت مسودة ورح أسمعك شو كتبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدف الجمعية، جمعية الغصن الأخضر، إلى حماية أشجار الغابة من القطع والحرق والقلع، كما تهدف إلى حماية حيواناتها وطيورها والعناية بنظافتها والتأكيد على الحرص بوجوب تنظيم زيارتها. يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك، هاي النظام الداخلي تبع الجمعية صار جاهز. يا سموديات، الحقيقة تعبناك معنا يا ابن خالتي. شو الحكي، انت بتأمر أمر أبو سمير، بدنا خدمة نحن، الله يخليك. تسلم لي حبيبي. وبهالمناسبة إن شاء الله رح تكون محامي الجمعية تبعنا بحال صار معنا مشكلة هيك ولا هيك، يعني ما بتعرف. فال الله ولا فالك يا رجل. شو بقى؟ إيه سيدي اسمحوا لي، أنا عندي شغل بدي أروح. لا وين لسه ما ضيفناك شيء. جايبين صدر كنافة ولازم تحلي أسنانك قبل ما تروح. عود تفضلوا أستاذ. وهي النظام الداخلي تبع جمعيتنا. شو ها؟ لا ما في شيء أستاذ، شوية كنافة مشان تحلوا ضرسكم فيها بهالمناسبة. ايستم ولدين كلكم زو. الله يسلمك. صحة وهنا. صحة يا قلبك. ومين كتب النظام؟ نحن. بس لا، معنا الأستاذ عبد الكريم المحامي ابن خالتي، يعني كل فقرة كنا نقراها ونناقشها وبعدين نصوت عليها ونوافي. طيب يا هلك نافي، إن شاء الله صحتين على قلبكم. هيك شوف، يحق لجميع المواطنين الحريصين على البيئة الانتساب إلى هذه الجمعية. شيء جميل، بس راح أعدل تعديل بسيط إذا سمحتوا لي. وشو هو هالتعديل أستاذ؟ راح أشطب عبارة الحريصين على البيئة، لأني بعتبر كل المواطنين حريصين على البيئة بالفطرة يعني. طول بالك أستاذ، يعني ما بصير تتم العبارة على حالة؟ لا، أنا لو الأمر متروك إلي كنت تركت العبارة مثل ما هي وعلى حالة، بس صدقوني الجماعة فوق ما بيرضوا. هلأ، مجلس الإدارة يتكون من 7 أشخاص ويتم انتخابهم كل عامين من الهيئة العامة. لا 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 لا، هيك ما بيمشي الحال. رح أعدل هالفقرة تعديل طفيف كمان لتصبح كالتالي: يتكون مجلس الإدارة من 7 أشخاص يعين 4 منهم من قبلنا. شايفين؟ تعديل بسيط لا يذكر. لو الأمر بيرجع إلي كمان كنت تركته، بس الجماعة ما بيرضوا. هون كمان يحق للجمعية رفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو الحرق. اسمحوا لي عن إذنكم، اسمحوا لي عدل هالعبارة. رح أضيف كلمة صغيرة قبل كلمة لا. يعني شلون بتصير؟ لا يحق للجمعية رفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو بالحرق. شو هي؟ يحق للجمعية نشر إعلانات ودعايات في الصحف والمجلات، ما في مانع. بس رح أضيف بعد إذنكم كلمة صغيرة بآخرة: بموافقتنا. هلأ يا أخوان، أنا الترخيص من عندي جاهز. تشكر يا أستاذ، تشكر. أيوه تكرم عينكم، بس أنتوا لازم تراجعوا الفرع 444. وليش بدنا نراجع الفرع 444؟ هيك الروتين، هيك جرت العادة. وأوعكم ما تروحوا، لأنه رئيس الفرع صار عنده خبر بزيارتكم. من هلا عملكم يستر حريمكم، أنا ونروح معكم على الفرق 444. ما بيصير يا أبو عمر، ما بيصير. شو الحكي الفاضي هاد؟ لازم نروح كلنا سوا. أنا ماني فاضي بكرة.
خايف يعني؟ ليش رح تخاف؟ لك اسمع اسمع، كلياتها شغلة خمس دقايق سؤال وجواب، شو بيصير لك يعني؟ خمس دقايق؟ هذا يا سيدي من سنة ونص تخانقت أنا وجارنا عبد الله السيار، واشتكيت عليه للبلدية لأنه حفر أبو تحت الأبو بالبناية تبعنا. قاموا استدعوني على الفرق 444، قالوا لي كله سؤال وجواب. رحت لعندهم بعد الظهر، طلعت من عندهم بعد أسبوع بعد الظهر مكسور الظهر. إيه بس شغلة الجمعية غير شكل. مشكلتك مع جارك خاصة، بس موضوع الجمعية خدمة عاملة البلد يا أخي. أنا ما بروح بلاك. ها شباب ما ترد. شباب لك شو صار له؟ ما ترد. وين أبو عمر؟ ليش ما بتردوا؟ شو بكون؟ سيدي سيدي أعطاكم عمره مبارح. مات؟ مبارح بالليل سيدي. وإمتى كانت جنازته؟ اليوم الظهر سيدي. حسب معلوماتنا الزلمة ما كان فيه شي منه. صحيح، بس الأعمار بيد الله أستاذ سيدي. جاسم يا جاسم، احترامي سيدي. دور لي بشتة الجنازات اللي صورتوا اليوم ولاقي لي جنازة أبو عمر طبشورة. حاضر سيدي. صدقتكن، وهلا خلونا ندخل بالموضوع الأساسي اللي جايين من شانه. بدكن تجاوبوني بصراحة، ليه سميتوا جمعيتكم باسم الغصن الأخضر؟ سيدي هذا أنسب اسم لقينا سيدي، ومعبر عن أهداف الجمعية سيدي، حلو على الإذن يعني. ومين اللي اقترحه؟ أنا سيدي أنا. هلا انت بتعتقد انه الدولة مقصرة بحماية البيئة لحتى تطلعونا بهاي الافكار؟ لا سيدي لا، الحكومة محشومة، بس يعني نحن حبينا نساعدها. ليش هي كسيحة ولا مشلولة لحتى تساعدها؟ مين وضع النظام الداخلي؟ نحن الاربعة سيدي. بما فيكم المرحوم ابو عمر طبشورة؟ نعم سيدي، المرحوم اشترك معنا. ومين ساعدكم كمان؟ ابن حالتي، ابن خالتي، الأستاذ عبد الكريم المحامي. وين كنتوا تجتمعوا؟ مرات بالقهوة سيدي، ومرات عندي بالبيت، ومرات بالغابة سيدي. مرة واحدة بس سيدي. ماشي الحال، رح استعرض معكم النظام الداخلي فقرة فقرة لحتى نشطب الكلمة يلي ما بنلاقيها مناسبة. أول شيء المبادئ الأساسية.
أنا حالياً انتهيت. شكرا سيدي. شكرا. عن إذنكم. لحظة. بتراجعوا الفرع 555. شلون هيك توظفت معكم؟ أنا ماني عارفة. لك طول بالك أبو مصعب، طول بالك، ما بصير هيك شباب. لك شلون طول بالي؟ هالمرة نفذنا من التحقيق، بس بعدين شو بده بصير معنا؟ والله ما بنعرف. لك يا أخي، بجوز يكون التحقيق بالفرع 555 أهون من التحقيق من الفرع 444. هل أهون؟ لك أخذوا ابن عمي ليحقوا معه لأنه مضوع هويته. فات العصر، طلع بعد 3 أيام بعد العصر، لقوا شو بعد ما انعصر قصر. هلا ما بدك تروح معنا يا ابو مصعب؟ لا اخي، دبروا حالكم لحالكم. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ احكي لك كلمه ابو سمير، انا ما بدي اروح. لا اخي، بركي سالونا عنك بالفرع 555، شو بدنا نقول لهم؟ اخي انا ماني رايح، يعني ماني رايح. مصعب وينه؟ ليش ما عم تردوا؟ سيدي بارح أخذوه على المستشفى، اجته جلطة بالليل. مسؤولين عن هالكلام؟ مسؤولين سيدي، مسؤولين. يا أحمد، جيب لي أسماء المرضى اللي جلطوا مبارح بسرعة. بيعرف أبو مصعب إنه اليوم كان لازم يراجعنا؟ نعم سيدي، نعم بيعرف. فوت. احترامي سيدي. سيدي هاي أسماء اللي انجلطوا مبارح، وهي صورها وهن عم فوتوا على المستشفى. مظبوط، هي اسمها ابو مصعب الوتر بيناتهم. صرف. ترام سيدي. مصاري الجمعيه منين بدكم تجيبوها؟ سيدي من اشتراكات الاعضاء والتبرعات. في حدا اتصل فيكم من هون او من هون وعرض خدماته؟ عفوا شلون يعني سيدي؟ يعني في حدا عرض عليكم تبرعات او مساعدات من برا؟ ابدا سيدي ابدا. نقلتوا نظام الجمعيه من اصول اجنبيه؟ لا ابدا سيدي، ما صار هذا الشيء. نحن بنفسنا حطيناه سيدي. لوحدكم؟ لا سيدي، ساعدنا فيه ابن خالتي الاستاذ عبد الكريم المحامي. هذا هو؟ نعم هذا هو. وهلأ رح نناقش سوا الأسباب اللي خلتكن تأسسوا الجمعية، ورح نستعرض النظام الداخلي للجمعية. أنا اليوم انتهيت منكم. تشكر أستاذ. عفوا سيدي. لحظة، لسه ما خلصت حكي. بتراجعوا الفرع 666.
قلت لي خالد حشروش عمل حادث سيارة؟ اي نعم يا سيدي، عمل حادث سيارة للأسف. مبارح كان ماشي على الأوتوستراد، شارد ما بعرف بإيش عم يفكر، إجت سيارة طايشة لطشته، سفقته، زتته 4 متر لفوق، نزل من لعبج لعبجي. هلا رح نتأكد. ألو يا مقلاد، أعطيني الكاميرا 27 اللي حاطينها على الأستراد. مسيك هالاستمارة وهي الآن بتجاوب لي على كل سؤال بالتفصيل، مفهوم؟ مفهوم أستاذ سيدي. وبتقرأ لي بصوت عالي لشوف. تفضل ارتاح. أمرك. ما هي الأحزاب التي انتسبت إليها منذ الإعدادية حتى الآن؟ ما هي الصحف التي تقرأها والصحف التي لا تقرأها؟ سرق. مظبوط، الزلمة دعسه سيارة. أنا من جهتي خالص منك، بس بعد ما جاوب على الأسئلة المكتوبة عندك بتراجع الفرق 7 7 7. حط لك لقمة أبو سمير؟ لا مالي نفس. لك ايش بك مهموم؟ شو هي اول مره بتروح فيها على الفرع؟ ما شاء الله وكان حولك اخذت رجلك من زمان. خايف تكون هالمره يا شهيره اخر مره بحياتي. يوه كش مره وبعيد، شو الحكي اللي بكشش البدن هاد؟ انا مو 100 مره قلت لك بلالكم هالجمعيه ما كنت ترد علي. حاجه شهيره حاجه، راسي عم يجعني. طيب انت ومين رايح بكره على الفرع؟ لحالي بقمع راسي، ما في حدا تاني. خذ هالقضابير الثلاثة لأنه أصحابها واحد توفى والثاني مجلوط بالمستشفى والثالث ملقى حبيته بعد حادث السيارة. كبون سيدي؟ شو تكبون؟ نزلون على الأرشيف، خليني نزلون على الكمبيوتر، كله بيلزم. حاضر سيدي. إيه أبو سمير؟ أمور سيدي، أستاذ سيدي. أنت صاحب فكرة حماية الغابة؟ نعم سيدي، نعم أنا. أنت أكيد ما فيك عقل. ليش سيدي؟ ليش لا سمح الله؟ لأنه الغابة اللي عم تقاتل من شانها أنت وأصحابك ما لها موجودة. شلون يعني سيدي؟ يعني الغابة احترقت، اختفت. أنت ما بتقرأ جرائد؟ اسمع، حريق كبير في الغابة لأسباب مجهولة، وأصابع الاتهام تتجه نحو أصحاب العقارات وتجار الأراضي. بس أنا شايف كل هذا حكي فاضي، الموضوع كله عبارة عن قضاء وقدر، عائب سيجارة عمل كل هالكارثة. إيه أبو سمير؟ أمور سيدنا. لسه بدك تساوي ترخيص؟ لا سيدي لا، مدام الغابة احترقت شو راح ينفع الترخيص؟ معناها أنت من عندي خالص، بس لازم تراجع الفرع 888 مشان تقنعهم بالأسباب اللي خلتك تتراجع عن ترخيص الجمعية. فرع 888؟ خايف لتقفل معي بالفرع 999؟